تبي تحرق دهون بشكل أسرع من الناس العاديين، تمرن في نفس الوقت كل يوم، مثلا صبح كل يوم صبح، بالليل كل يوم بالليل، المهم تختار نفس الوقت تتمرن فيه. هذه الدراسة نشرتها جورنال اوف اوبيسيتي في جولاي 3 جولاي 2019، دراسة حديثة تعتبر، زين، انه جابوا 375 شخص وخلوهم يتمرنون في ناس نفس الوقت في ناس غير نفس الوقت، فتبين اللي التزموا بالوقت حرقوا الدهون اكثر من غيرهم. ليش؟ لانهم يلتزمون، لما يلتزم في وقت معين راح يلتزم في عدد ساعات، يعني 350 ساعة دقيقة في الأسبوع بمعدل 4.8 أيام، يعني قريب من أربع إلى أكثر من أربعة أيام، يعني إلى خمس أيام في الأسبوع معدل بينهم كلهم. فهذا المعدل خليك تبرد أكثر، وقت أكثر، والتزام أكثر، بالنتيجة تبين أنك أنت تحفظ تخسر دهون أكثر وأكثر، ويستمر وياك هذا أنك تحافظ على وزنك إلى ما يقارب من 7 سنين.